والله أعلى وأعلى. وناخد اتصال ونقول السلام الو عليكم. الو، ألو، ايوه يا دكتور، أيوة يا جميلة، معاكي. ايوه زي حضرتك. سلم عمرك يا ربي يا حبيبتي، أهلا بيكي، اقول رؤيا؟ اتفضلي. طب بصي يا دكتور، انا حلمنا كان في واحد متقدم لي بس الموضوع وقف. خير إن شاء الله. تمام الله. حلمنا ان انا سريري عنده في بيته، وانا وقلت بسرعه انا عايزه اغير الملايه، فشلت الملايه القديمه دي عندي في الحقيقه تمام. وحطيت واحده جديده، وهو واقف بيبص عليا. واحد مجهول، لا في الحقيقه تقدم لي هو نفس الشخص ده اهو، كان بيبص عليك. تمام والسرير بتاعي في بيته، تمام فانا غيرت الملايه بسرعه، قلت بدل ما تشوف الملايه القديمه انا بالفعل حطيت واحده جديده، بس وانتهى الحلم على كده. بس هو انا ببص لقيته واقف في اوضه بيبص عليا من الشقه. طيب انتوا ايه سبب التوقف اللي حصل؟ في حد اتكلم والله هو عليكم؟ تقدم بس الموضوع كده وقف، مش عارفه وقف فجأة. هو في حد اتكلم عليكم؟ حد اغتابكم؟ وحد من ليه قرايبه؟ بقى؟ حد من، لان الملايه كانت اللي انت غيرتيها ده حد كان قيل وقال على حالكم، وانت بتقولي السرير كان والله عندهم. في حد اغتاب، بس انت انك انت تغيري ملايه السرير. طبعا انت غيرتيها، كانت الوانها ايه ولا ما ظهر لكيش لونها؟ جديد، الأرضية بيضة وفيها حاجات زي بامبي كده. يعني كنت هقول لك فيها ورديات اللون ده، لان اللون ده تحديدا، فيها ورد أو حاجات لونها روز. لان اللون ده تحديدا لو انت متابعاني كويس دايما اقول ده رمز عودة الفرحة او الفرحة للبنت بالارتباط. فانت غيرتي الفرش بتاع السرير، فانا بقولك ان شاء الله الفكر السلبي اللي وصله هيتغير تماما تماما تماما، وبإذن الله تعالى هتكلمينا وتبشرينا بشارة طيبة.